أجيال جي بي تي، أول برنامج إذاعي فلسطيني يستنطق تقنية الذكاء الاصطناعي في حوار شيق مليء بالمعلومات. أجيال جي بي تي من شبكة أجيال مع وليد نصار. أهلا بكل المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من أجيال جي بي تي، التي نقدم لكم فيها معلومات من خلال الحوار مع تقنية جي بي تي الناطقة باللغة العربية. إذن نحن بشر ونحاور الآلة والآلة ترد. جي بي تي، إن كثيرا منا من شاهد الأهرامات المصرية ولم نذهب إلى هناك، كيف يمكنك أن تعطينا صورة صوتية عن تفاصيل الأهرام من الداخل وعن بعض أسرارها ولمحة تاريخية عنها؟ ولكن دعي الإجابة تكون في دقيقتين فقط. الأهرامات المصرية وخاصة أهرامات الجيزة تعد من أعظم العجائب الهندسية في العالم القديم. هذه الأهرامات بنيت كمدافن للفراعنة، وأشهرها هو هرم خوفو، الهرم الأكبر. من الداخل تتكون الأهرامات من ممرات وغرف ضيقة معقدة. عند دخولك تبدأ الرحلة عبر ممر ضيق يؤدي إلى الغرف الداخلية. الممرات تكون غالباً مائلة قليلاً صعوداً أو نزولاً. غرفة الملك في الهرم الأكبر تقع في منتصف الهرم تقريباً، وتحتوي على تابوت من الجرانيت. هذه الغرفة مصممة بدقة وجدرانها مصقولة بعناية. هناك أيضاً غرفة الملكة وغرف أخرى أقل شهرة كانت تستخدم لأغراض مختلفة، ربما لتخزين الكنوز والأشياء الثمينة التي كان يعتقد أنها سترافق الفرعون في الحياة الآخرة. الأهرامات بنيت باستخدام كتل ضخمة من الحجر الجيري والجرانيت، بعضها يزن عشرات الأطنان. الطريقة التي تمكن بها المصريون القدماء من نقل هذه الأحجار الضخمة وبنائها بهذه الدقة لا تزال لغزاً إلى حد كبير. هناك نظريات عديدة تتراوح من استخدام المنحدرات الرملية إلى تقنيات رفع معقدة. تاريخياً الأهرامات تمثل ليس فقط قبوراً ملكية، بل أيضاً رمزاً لقوة الفرعون وإيمانه بالحياة بعد الموت. كانت تغطى بكساء أملس من الحجر الجيري الأبيض، مما يجعلها تتلألأ تحت أشعة الشمس. فيما يخص الأسرار، هناك العديد من الغرف والممرات التي لم تكتشف بعد، وبعض الأهرامات تحتوي على نقوش ورسومات تعطي لمحة عن حياة المصريين القدماء واعتقاداتهم. بالإضافة إلى ذلك، العلماء يواصلون استخدام تقنيات حديثة مثل التصوير بالرادار والتصوير الحراري لاكتشاف مزيد من التفاصيل عن هيكلها الداخلي. بالتالي الأهرامات ليست فقط معالم سياحية، بل هي شواهد على حضارة عظيمة أدهشت العالم بتقنياتها ومعارفها الهندسية. شكرا لك على كل هذه المعلومات، وكأنك أخذت المستمعين في رحلة داخل الأهرامات ومن حولها. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، أرجو إنهاء هذه الحلقة وبشكل مختصر. كان معكم وليد نصار بالتعاون مع تقنية جي بي تي الناطقة باللغة العربية. نلتقي في الحلقة القادمة. كنتم مع أجيال جي بي تي، بودكاست من أجيال يحاكي تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج إذاعي.